للمزيد من التفاصيل حول هذه الاجتماعات لوزراء داخلية مجموعة السبع ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية من برلين عربي مرزوق. عربي أهلا بك، أطلعنا أولا على تفاصيل هذه الاجتماعات. عربي بالطبع رعد، منذ الأمس وصل وزراء داخلية الدول السبع الكبار إلى ولاية هيسن في وسط ألمانيا لحضور هذه القمة، وبالطبع أيضا هناك ممثلين على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليوروبول وما إلى ذلك لحضور هذه القمة التي وضعت ألمانيا لها محددات معينة فيما يسمى بالمسار الداخلي للجي 7 بالطبع، وهي الامور المرتبطه بالسبع دول تحديدا في مجال الجريمه المنظمه. المانيا كانت لها نقاط محدده سوف تعرضها خلال الستة اسابيع القادمه بدايه من الان وحتى نهايه شهر ديسمبر قبل ان تسلم هذه القمه الى اليابان. اليابان هي اللي عليها الدور الحقيقه بدايه من شهر يناير لاستلام هذه القمم جميعها، ولكن عمليه الاتجار بالبشر تحديدا والجريمه المنظمه كانت تهم المانيا بسبب ارتفاع نسب الجريمه المنظمه والاتجار بالبشر واستعمال الأطفال بطرق غير أخلاقية على الإنترنت. لذلك هذه الملفات وضعت اليوم وحتى الغد أمام الدول وزراء داخلية الدول السبع لإيجاد حلول لهذه الأمور تحديدا، وبنتكلم تحديدا عن ألمانيا وفرنسا وعن إيطاليا. الثلاث دول لديهم نسب مرتفعة جدا من الجريمة المنظمة واستخدام الأطفال بشكل غير أخلاقي، بالإضافة طبعا إلى الحديث عن حرية الصحافة وحرية التجمعات وحقوق الإنسان وما إلى ذلك. ولكن ألمانيا وفرنسا مهتمان بشكل أساسي بالإتجار بالبشر داخل فضاء الاتحاد الأوروبي وطبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بريطانيا واليابان أيضا في هذا الأمر. ومن المفترض أن تستمر القمة حتى مساء الغد في ولاية هيسن، والخروج في النهاية بأمور سوف أو فعاليات سوف يعملون عليها خلال الستة أسابيع القادمة، ومن المنتظر أن تكون هناك قمة لاحقة ختامية للدورة التي تتولاها ألمانيا حتى العام الجاري. طيب، تعمل ألمانيا الآن أيضا على مسار الأمن الداخلي جي 7 وتحسين الأمن السبراني، ما هي الخطوات الألمانية المتخذة في إطار الأمن السبراني حتى الآن؟ الحقيقه رعد، هو في برنامج المانيا كانت بتطالب بسبب العمليات الارهابيه اللي كانت تقع على الاراضي الاوروبيه خلال السنوات القليله الماضيه، كانت هناك يعني مباحثات بين المانيا وفرنسا تحديدا ضروره ان يكون هناك برنامج للامن السبراني وتبادل المعلومات داخل فضاء الاتحاد الاوروبي وبين الدول السبع الكبار. ما زال هناك نقاط ضعف في هذه الامور تحديدا في التعاملات بين الدول السبع الكبار وداخل فضاء الاتحاد الاوروبي تحديدا بسبب العمليات التي جرت، كانت احدى العمليات الاخيره التي تمت في النمسا قبل اعوام، وبسبب هذه العمليه كانت هناك رد فعل من النمسا ان هناك معلومات غير متبادله داخل الفضاء الاوروبي مرتبطه بالجريمه والارهاب وما الى ذلك. لذلك المانيا تريد العمل على هذه النقطه وصد هذه الثغره تحديدا، وهي تبادل المعلومات والامن السبراني داخل فضاء الاتحاد الاوروبي وبين الدول السبع الكبار، لان هناك تحالفات امنيه منفرده بين بعض الدول السبع الكبار. والمانيا تريد الحقيقه وزيره الداخلية الألمانية تريد أن تتحدث عن هذا الأمر اليوم وغدا، وتحديدا هناك جلسة خاصة غدا مع وزيرة الداخلية الألمانية حول هذا الأمر، الأمن السبراني تحديدا لسد هذه الثغرة داخل الدول السبع الكبار. طيب، في عجالة في دقيقة، هل من خطوات يعني اتبعتها ألمانيا أو موجودة لاتخاذ خطوات أكثر دقة بموضوع الأمن السبراني؟ هل من تصريحات حول هذا الموضوع بعجالة؟ الحقيقه يعني هي في برامج مرتبطه بالمانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي يجب تفعيلها. يعني هناك وزاره الداخليه الالمانيه وجهاز حمايه الدستور هنا المخابرات الداخليه الالمانيه لديها يعني ملف اعدته بشكل جيد جدا للعرض غدا على الدول السبع الكبار لسد هذه الثغرات تحديدا. المانيا لديها يعني برامج مرتبطه بكشف كل هذه الامور تحديدا على شبكات الانترنت وما الى ذلك. وايضا رعد سريعا، هي الاخبار المضلله، يعني الاخبار المضلله من المفترض ان هناك تكنولوجيا حديثة جدا سوف يتم الإعلان عنها لمراقبة شبكات الإنترنت بعد موافقة الدستورية من هذه الدول بشكل كامل بسبب إذن خطوات دستورية تسعى إليها ألمانيا في هذا الخصوص. عربي مرزوق مراسلنا من برلين، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه الجولة من مراسلنا.